الحقيقة أنا بحب تملي أبص ليس للكم ولكن للكيف. أيوة. حيث طفحت ظواهر إجرامية في الآونة الأخيرة بعد التخريب لشهادته البلاد في 2011 في عصر المجرمين القتلة الإرهابيين. أيوة. فأنا بقيسها بالكيف وليس بالكم. أيوة. مش بالتعداد. أيوة. عندي ظواهر إجرامية زي قتل الأبناء وقتل الزوجة والانتحار، أقول لا ستوب، لازم البرنامج يسلط الضوء ويدعو إلى تعظيم القيم والمبادئ. حادثة واحدة اسمها الحادثة المؤثرة هي اللي تحكمني. أنا عندي لو 100 حادث وحادث مؤثر واحد لا هو اللي يحكمني. جرائم إرهابية وتفجير بلد وعدم الانتماء، تفجير كنائس وجوامع وقتل المصلين، لا الحادث ده الوحيد، لا ده اسمه الحادث المؤثر اللي يحكمني، يحتاج مني أكتر بكتير من تسليط الضوء على أي شيء آخر. فلابد من التقييم. دي الخبرة الأمنية بقى اللي عمر الشاهد. لمعايير موضوعية ووفقا للكيف وليس الكم. لأن هناك ظواهر إجرامية تطفح على السطح الحقيقة مرفوضة تماما ككيف مش ككم. حتى ولو لم تمثل ظاهرة إلا أنه لابد أن لكن جرائم الشرع بالذات